Iraq once had among the most advanced and sophisticated cultural life in the Arab world. Its museums, sculpture, architecture, art, publishing, and music all flourished. But first, the American-led attack in 1991, sanctions, and then the occupation in 2003 caused untold and lasting damage to its cultural heritage and artistic endeavor. This film looks at the rich creative history of Iraq and the catastrophic effects of the two wars on its once thriving cultural scene. بدء الضوء حصل منذ تأسيس الدولة العراقية منذ العهد الملكي يعني، وبشكل هادئ وعقلاني جدا. كان بلدا مطمئنا من 5 ملايين إنسان فقط، ومردود النفط فيه لم يكن يتجاوز 5 ملايين دينار في ذاك الوقت، وبها كان يعيش ويبني. كانت هناك في ذلك الزمن هدوء وقناعة، ولكن تدريجياً بدأ البلد يحس بأنه يملك من القوى والطاقة ما ينهض وما يبني فيه. الثقافة في العراق كانت تعتمد وجود الصالونات الثقافية والفنية في عدد من بيوتات بغداد، إضافة إلى وجود بعض الصحف، وكانت تشهد جدل ثقافي ونقاشات ثقافية، ولكنها كانت محدودة لحين أن يعني دخلت الإذاعة إلى الجو الثقافي، وبدأت تظهر بعض المجلات المتخصصة أيضاً الثقافية. أول تلفزيون بالعالم يتكلم العربية في 56، كان تلفزيون صغير وبلاك اند وايت، فأرضوه للناس، الناس تونسوا اندهشوا، فتحها جلالة الملك فيصل الثاني الله يرحمه، و أول مرة تطلع مغنية تغني، وأول مذيعة تطلع تغني، والناس فرحوا. بعد دخول التلفزيون في نهايات العقد السادس يعني في عام 56، بدأت البرامج الثقافية تصبح جزءاً من الحياة الثقافية للمثقفين العراقيين، وبدأ العامل السياسي يلعب دوره، وظهرت الأحزاب، وصار الصراع السياسي، وصارت بعد ذلك الثورة عام 58 وتحول إلى جمهورية. فترة الخمسينيات والستينيات كانت تمثل يعني نوع من الذروة لمستوى الثقافة العراقية. تفجرت طاقات عجيبة يعني في هذا العقدين، طاقات فنية، تشكيلية، أدبية، شعرية. كانت مرحلة من أرقى مراحل بغداد العراق، شعراء، أدباء، كونسرت، موسيقى، مسرح، فنون تشكيلية. الموسيقى كانت لا يمكن تسمعيها في الإذاعة أو التلفزيون إلا بعد أن تكون لجنة هناك، لجنة تسمع النغم وتسمع الكلام وتسمع الصوت. يعني بداية الثقافة كلمة واسعة جدا، بس هي مؤشر على يعني رقي أي مجتمع. الإنتاج الفكري من شعر، أدب، قصة، من قيم أخلاقية، منظومات سياسية، اقتصادية، كلها تعتبر جزء من ثقافة المجتمع. بعد 68 بدأنا نميز مجموعة من المؤسسات الثقافية التي تنهض بمهام ثقافية متعددة
ونجد أن اتحاد للأدباء ونقابة للفنانين ونقابة للصحفيين بدأت تشهد نمواً على مستوى الأعداد وعلى مستوى التنوع في التخصصات وفي الاهتمامات وعلى مستوى المشاركة في الحياة الثقافية. اتحاد الأدباء كان زاخراً بالعطاء بشكل هائل، يكفي أن جواهر العظيم كان يرأسه. الأكاديميات العلمية خرجت علماء حقيقيين جداً. العراقيون استطاعوا بإنجازهم مع منظمة الصحة العالمية ومع منظمة الصحة منظمة اليونيسيف، وأنا عملت خبير في منظمة اليونيسيف لمدة عام، وكنت على اطلاع بالإحصائيات الخاصة بوفيات الأطفال دون سن الخامسة. العراق أصبح من البلدان المتميزة في العالم في قلة عدد الوفيات بين الأطفال الذين يحتفلون بعيد ميلادهم في العام الخامس، إذا ما قارناه بدول مشابهة في المنطقة أو في العالم. وصار الأطفال يعلمون آبائهم وأمهاتهم بدافع الرغبة والمحبة والإيمان أن يستطيع بلد في هذا الزمن عربي يصل إلى حد محو الأمية إلى هذا الحد. بغداد كانت جميلة جداً، وبغداد كانت من أنظف عواصم العربية في السبعينات، وإحنا من الفترة من 75 إلى 79 كان أكو نهضة اقتصادية ونهضة ثقافية ونهضة فنية بالعراق، خلت بغداد جميلة من كل النواحي. إحنا ما نستعمل البيوت العمودية، نستعمل البيوت الوارد، كل واحد بالله ما نعرف البيوت. يعني مؤخراً بالثمانينات التسعينات بنوا شارع حيفا بي وبنوا كم حي، لأن أرض واسعة، عندنا نهر دجلة والفرات، عندنا سماء صافية، عندنا نخيل 35 مليون نخلة. وكان المنشورات تداول بشكل كبير، كان أكو نشر كبير، يعني دواوين الشعر والقصة والكتب التاريخية كانت متداولة كثير. بعدين كان أكو عندنا كتب كثيرة تأتي من بيروت ومن القاهرة، وكان القارئ يعني يتلهف لقراءة هذه الكتب ويتداولها بين الأصدقاء. شارع المتنبي شارع عتيق جداً قديم، والغريب بهذا الشارع كان يحتوي على أغلب المطابع التي تحتويها مدينة بغداد. بعدين المطابع بدأت تنتقل إلى منطقة أخرى بسبب ضيق المكان وقدمة أيضاً، بدأت المكتبات تزحف على المطابع وتأسس مكتباتها هناك، فأخذت صيغة أنه شارع للمكتبات. شارع المتنبي كان من أجمل شوارع بغداد، كله مكتبات، واللي بيبيعوا كانوا كبار بالعمر، بسميهم السيد اللي حاطط يعني هو رجل دين بس عم يبيع كتب، عنده كتب قديمة. الكتب كانت رخيصة وكانت الناس تشتري، يعني كنا نشتري كتب من بصرة الأرض إشي مش معقول، كتب قيمة جداً بس الناس كانت تشتري. يوم الجمعة كل المثقفين معطلين وما في وين يروح المثقف العراقي، فصار هناك مثل المنتديات، جريدة المدى سوت منتدى، فلان مكتبة سوت توقيع كتاب، فصار يجمعون كلها، واللي عنده كتاب يريد يبيعه يروح للمتنبي، اللي عنده كتاب يدور يبحث عن عنوان معين يسأل له المكتبات، فصار ملتقى لكل المثقفين وكل الأدباء وكل الشعراء هناك. يعني أي واحد يضيع صديقة من المثقفين بيروح يلاقيه بالمتنبي. أنا اشتغلت بدار الشؤون الثقافية، دار الشؤون الثقافية تابعة كانت لوزارة الإعلام العراقية، بس في عندها نوع من الاستقلالية، يعني مديرها العام كان يعني هو يطبع ويصدر كتب ومجلات ونشرات بدون توقف. أنا أذكر من خلال شغلي بالنشر والطباعة كان أكو
مثقفين، شعراء، كتاب لهم حرية النشر وحرية التعبير. التضييق السياسي ربما خلى بعض المثقفين يهاجرون ويغادرون البلد، ووجود القوانين تشديد الرقابة على المطبوعات والنشر أيضا ساعد بتهديم الثقافة في فترة السبعينات. المتحف الوطني العراقي للآثار العراقية كان يعتبر واحد من أهم المتاحف في العالم. لماذا؟ لأنه هو تقريباً هو أحد المتاحف النادرة في العالم الذي يحتوي أو كان يحتوي على مجموعة كبيرة من الآثار تبدأ من ما قبل التاريخ إلى التاريخ القريب، فحوالي 10,000 سنة من التاريخ كلها موجودة في المتحف العراقي. باعتبار العراق كان هو يعني مهد الحضارات وتأسست فيه أولى المدن وأولى الابتكارات المذهلة اللي أثرت على المسيرة البشرية ككل، يعني اختراع الكتابة، اختراع العجلة، الفلك، الرياضيات، الهندسة، العمارة إلى آخره، يعني سلسلة طويلة من الابتكارات المذهلة اللي يعني أثرت على المنجز البشري بشكل عام. كانوا عاملينه بطريقة أنه متسلسل من الحقبات القديمة لحد العباسيين والأمويين وحتى وصلوا للعثمانيين، كان فعلا متطور جدا وكتير تعبوا عليه. الجامعات العراقية كانت تتجه نحو التوسع أفقيا ونحو التعمق عموديا. البعثات اللي كانت ترسل من الطلبة العراقيين قبل الحصار كانت بالآلاف. كنت طالباً في بريطانيا عام 1983، كان عدد الطلبة الدارسين في بريطانيا حوالي 6,000 طالب عراقي بمختلف الجامعات البريطانية فقط. سلم الرتب العلمية في الجامعات العراقية نجد أن عدد من يحمل درجة فول بروفيسور كبيرة جداً، لذلك كان يعني لا أقول جميع التخصصات وإنما معظم التخصصات في الجامعات العراقية كان باستطاعتها أن تمنح الماجستير والدكتوراه. يعني كان عدد الطلبة العرب الدارسين في الجامعات العراقية كبير في مختلف الكليات. كان في الجامعات العراقية بعض التخصصات التي نطمح أن نؤسسها الآن في الجامعات العربية بعد مرور 10 سنوات من العدوان على العراق. كان العراق يفكر بالعرب عروبيا إلى النخاع. عندنا الإمكانية المادية، واسألي من تشائين من الدول العربية، أنا أعرف بهذا. ليس هناك بلد عربي ما كان العراق يمد يديه إليه، ما كان العراق قدرا وماء له كل الوطن العربي. كان في بالعراق الفرقة السيمفونية الوطنية، يمكن أول فرقة سيمفونية بالوطن العربي. كان في عندنا مدرسة للموسيقى والباليه، كانوا يتخرجوا طلاب وطالبات ويقدموا برامج وهذا ويطلعوا ويبعتهم بعثات لروسيا ولا لغير بلاد مشان يعني يكملوا دراساتهم العليا. فتحت أول جاليري بالعراق سنة 1983-24. أنا فكيت مو بس قاعة، أنا فتحت مركز ثقافي. أجرت كانت مدرسة أجرتها فيها 3 بنايات وساحة كبيرة، صارت مجمع قرية فنية وكان فيها ساحة كان نسوي بها المحاضرات، نسوي بها عرض أزياء، نسوي بها مسرحيات. كان عندنا صفوف لتدريس الموسيقى، البيانو أستاذ سعد محمود حكمة يدرس أكورديون وبيانو، وكان عندنا كما ذكرت أساتذة يدرسون العود. كان عندنا فرق كونسرتس لكبار الموسيقيين يجون يأسفون، وأيضا محاضرات بكل أنواعها. بغداد كان فيها حركة حضارية، حركة بناء، حركة فن، يعني وصرنا نشوف الفن بالشارع.
يعني محمد غني حكمت الله يرحمه كان عمل عدة تماثيل وكان جميل جدا، فعلا أعطى جمالية لبغداد. أنا درست في روما، لفيت تقريبا كل عواصم ومدن أوروبا وشفت نافورات كثيرة وتماثيل بالساحات كثيرة كلها تمثل قصص وتاريخ وأساطير رومانية، أساطير إغريقية، أساطير يعني أساطير أساطيرهم. فبقى بذهني أنه إذا أرجع لبغداد أنا أنحت أساطيرنا، وبالفعل ساعدني الحظ أن أنحت كل ما قدرت أن أنحته من الأساطير العراقية، علي بابا، شهرزاد، الجنية، عشتار، هاي الأساطيرنا كلها مثلت على شكل نافورات وتماثيل. This will not be another Vietnam. This will not be a protracted, drawn-out war. I want to be clear about what we are doing and why. America does not seek conflict. Nor do we seek to chart the destiny of other nations. But America will stand by her friends. The mission of our troops is wholly defensive. We do not enter into such negotiations. These people are entitled to certain fundamental human rights, which are being totally flouted to the repugnance of the whole of the civilized world. سقط على العراق حوالي 120 ألف طن من المتفجرات، بما يعادل القنبلة الذرية التي ألقيت على ناجازاكي في اليابان في الحرب العالمية عدة مرات. 85% من البنية التحتية دمرت. ولو نراجع الإحصائيات لوجدنا أن حوالي 67% من المؤسسات التي دمرت في عام 91 كانت تربوية، مخازن كتب، مطابع كتب. كنا نطبع في العراق 42 مليون كتاب لطلبة المدارس توزع مجانا، دمرت. في زمن الحصار الذي منع فيه دخول كتاب إلينا، منعت حتى أقلام الرصاص. تخيلي نحتار بالأطفال بماذا يكتبون، لأن أقلام الرصاص ممنوع دخولها إلى العراق. المدارس الابتدائية والثانوية في العراق كان يساوي حوالي 27% من السكان، كل واحد من عندهم يستهلك ما لا يقل عن 10 أقلام رصاص في الفصل الواحد. منع قلم الرصاص من الدخول إلى العراق بحجة أنه هذا دويل يوس وأنه يستخدم استخدام مزدوج، ولجان التفتيش منعت يعني وزارة التربية من استيراده. الحصار بشكل عام أثر على كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إحنا كدور نشر مثلاً أو كمطبعة الحصار أذانا كثير. أولاً خلانا إحنا نشتغل بالإمكانيات المحدودة الموجودة بالبلد في حينها، وبقينا نشتغل بها لعشرات السنين، لأنه حصار كامل لا نقدر نواكب التكنولوجيا ولا نقدر ندخل تكنولوجيا جديدة ولا نتواصل مع الشركات العالمية بحجة الحصار. كلهم يتحججون أنه عليكم حصار، وبالتالي بقينا إحنا محصورين في دائرة ضيقة والعالم ده يتطور.
الحصار هو هذا المدمر اللي أنا أعتبره جريمة كبرى، يعني الأذى الأكبر والألم الموجع هو أصبح للشعب العراقي. فهذه كلها عوامل ساعدت على الهجرة، يعني الإنسان لا يطيق، يعني لا يستطيع أن يصمد أمام كل هذه العوامل القاسية. يعني أنا واحد منهم، أنا هاجرت بال91، لم أستطع الاستمرار كوني أستاذ في جامعة بغداد في كلية الهندسة، لم أستطع لأني لا 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 لم يكن دخلي أصلا يكفيني لمدة يوم واحد. انهيار العملة العراقية، انهيار الدينار، بعد ما كان الدينار يعادل يعني أكثر من 3 دولارات أصبح الدولار يعادل 2000 دينار، يعني انقلاب رهيب. الناس فقدت كل مدخراتها بليلة واحدة. كانت معاناة صعبة جدا، صعبة جدا. يعني أنا كنت رئيس قسم في الجامعة، حينما أذهب إلى الجامعة لدي مصروف يوصلني إلى الجامعة، كيف أعود؟ هاي القضية تحل لاحقا. هل تعلمين أن عميد كلية الفنون الجميلة لما بده يكتب كتاب رسمي إلى كلية أخرى أو إلى رئاسة الجامعة ليس لديه ما يكفي من الورق، فيقوم باستخدام كتب رسمية سابقة لم تعد ذات فاعلية ويكتب بظهره؟ بزمن الحصار اللي هي فترة التسعينات كثير من الرسامين والفنانين اضطروا يبيعوا أشغالهم مشان بدهم يعيشوا، لأنه ما فيش مصادر اقتصادية تساعدهم. اسم منهم سكروا مشاغلهم، اسم منهم هاجروا. I sell this material because I need money في الوقت in this time. I need money to buy anything to my family. مع أن الدولة حاولت أن تفتح نوافذ وأبواب لإسناد المثقفين والفنانين باعتبارهم جزء من الشعب عموما، فكان هناك دعم للمبادرات، كان هناك يعني فتح لمجالات أخرى لم تكن القوانين أو التعليمات والقرارات السائدة تسمح بها، كالجمع مثلا بين مهنتين في آن واحد، الجمع بين الدراسة والوظيفة، العمل في أكثر من مكان حكومي وخاص، قطاع خاص إلى آخره، مما كان يساعد بعض المثقفين على مواجهة الأعباء الاقتصادية في تلك الفترة، مع أنها رغم كل هذه الإجراءات كانت شديدة الوطأة عليهم. The aftermath of Operation Desert Storm did indeed create hard times for Iraq's creative community. But this would soon pale almost into insignificance compared with the shock and awe to follow. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. The people you liberate will witness the honorable and decent spirit of the American military. هذا مال بوش الابن بدع اكثر من ابوه، ذاك استعمل الصواريخ، هذا قضى على كل شيء في العراق، مسحها سواها ارض. يعني بلير وبوش كانوا متفقين انه العراق هو يمثل تهديد خطير للانسانيه من خلال وجود عدد هائل من اسلحه الدمار الشامل.
طبعا تبين بعد ذلك انه لا توجد اسلحه دمار شامل. بعدين غيروا النبره، قالوا لا احنا نحن كنا نحاول تخليص المنطقه من خطر الدكتاتوريه، كانه العراق كان هو البلد الدكتاتوري الوحيد في العالم. في 10/4/2003 كنت عميدا لكلية الفنون الجميلة، فكنا على أبواب الامتحانات، كنت أريد أن يعني أهيئ الامتحانات الطلبة، لا أدري ماذا أصنع. عدت إلى الكلية فوجدت بعض أبنيتها قد نسفت، بعض أبنيتها قد أحرقت، وكل ما فيها هو مدمر أو مسروق منهوب، وآلاف الكتب اللي موجودة داخل الغرف والملفات والأوراق والكذا أكداس على الأرض. لكن ما أحزنني في كل هذا المشهد هو مبنى مكتبة الكلية. كلية الفنون الجميلة أسست في عام 61 على ما أذكر من القرن الماضي، وهي من الكليات المؤسسة للجانب الأكاديمي للفنون الجميلة في الوطن العربي، ودرس فيها وتخرج فيها الخط الأول من الفنانين العراقيين بمختلف التخصصات. ما أحزنني في كل هذا المشهد هو أن أرى مكتبة كلية الفنون الجميلة قد تحولت إلى رماد. أثناء الاحتلال والقصف نهبت 9 متاحف عراقية شبه كلياً، دمرت في بعض المتاحف، قصفت من الجو من قبل الطائرات الأمريكية، يقصفون هنا ويقصفون هناك وكذا، في نوع من الاستخفاف. ممتلكات البلد أهرامات النسب 7000 سنة من الحضارة، هذا شعبنا ليش يسوي؟ مجموع ما سرق خلال الأيام الثلاثة الأولى من الاحتلال مدينة بغداد في 9/4 يقترب من بين 30 إلى 50 ألف قطعة، وهو رقم كبير جدا. قسم من هذه القطع ثمينة لا تقدر، يعني بثمن، يعني ما لا يستطيع أي مرء أن يضع يعني سعرا بصراحة، لأنه هي فوق التسعير. قطع مذهلة عمرها 5000 سنة، هي يعني تعتبر قطع مهمة على مستوى العالم. But it looks as if part of that looting is a deliberate planned action, and that they were able to obtain keys from somewhere for the vaults and were able to take out the very important, the very best material, which was thought to be the best material and therefore put in the safest storage. اللي ألمني أكثر أنه جناحي الخاص في المتحف العراقي اللي كان يضم 150 تمثال كلها تهدمت وتكسرت وسرقت ودمرت. يا ريت ما أخذيها سارقين. أغلب الأعمال الجبسية القديمة كلها بعصا حديدية أو شاكوش حديدي بدأت تكسيرها إلى قطع صغيرة. اللي حصل أنه كثير من القوات الأمريكية بعد ما دخلت العراق استخدمت الأماكن الأثرية، وأهمها مثلاً منطقة أور اللي هي واحدة من أقدم المواقع الأثرية في العالم، استخدمتها كقاعدة عسكرية. بابل احتلتها القوات الأمريكية ثم أعطتها إلى القوات البولندية، فكان هناك تخريب واضح، دبابات ومهابط للهليكوبترات، ويعني استعمالات عسكرية لموقع آثاري مسجل عالمياً يعني. فهذه تعتبر نوع من الجرائم الثقافية للحرب، يعني الجرائم مو بس قتل، جرائم الحرب أيضاً تشمل الجرائم الثقافية. بعد الغزو مباشرة رحت شفت ناس كاسرين الباب وقاعدين في الاستعلامات، رجال الثلاثة. قلت انتو مين انتو؟ قال لي انت مين؟
قلت له أنا صاحبة القاعة وهذا أنا بنيته. قال لا مال صدام حسين. قلت له مش مال صدام حسين، هذا إلي وأنا أخذته مساطحة وبنيته، أنا وداد الأرفلي. صرت أصرخ وهذا الجندي الأمريكي اندهش. دبابتين في داخل نادي الصيد. جيت أشوف قالوا لي فارغة. شو فارغة؟ صار إيه؟ والحاصل يعني راحت من عندي، راحت. اللي لحقت يعني وقت اللي إجوا ودي أخذوه من عندي القاعة، قلت وين أودي الأغراض هذه؟ أخذت اللوحات مالتي، قال لي واحد فضلي يلا أطلعي. صارت ولدت له. عدت بالشارع أبكي. واحدة من الأشياء الأخرى اللي صارت هو حرق المكتبة الوطنية اللي هو يمثل الذاكرة، يعني أي مكتبة وطنية هي مع المركز الأرشيف الوطني اللي فيه الوثائق، في الوثائق الهاشمية منذ تأسيس الحكم الوطني في العراق، في وثائق عثمانية، في كنوز لا تقدر بثمن. كانت هناك عصابات جاءت خصيصاً للمكتبة وأحرقت يعني نسبة كبيرة من المكتبة، حرق يعني بشكل متعمد وكانت خسارة كبرى. أيضاً حرقت بعض المباني الأخرى، وزارات، وزارة الخارجية مثلاً اللي فيها أرشيف السلك الدبلوماسي منذ 1921، أرشيف مراسلات، خطابات بين ملوك وأمراء وقادة سياسيين، هذه أيضاً تمثل الذاكرة للدولة العراقية، أيضاً كلها حرقت واللي سرق سرق وهكذا. جاء الأمريكان بالتعاون مع بعض الجهات العراقية، وكل هذه الوثائق صناديق، مئات الصناديق اللي تحتوي على آلاف الوثائق العراقية وكتب ومخطوطات وقطع آثارية، كلها هربت ونقلت جواً إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الشيء الآخر اللي حصل هو المتحف، متحف الفن العراقي المعاصر، وكان يسمى مركز صدام للفنون، بناية كبيرة من 6 طوابق تحتوي على أكثر من 1800 عمل لفنانين عراقيين منذ بداية الفن الحديث، يعني منذ بداية القرن 20 لفنانين رواد. هذا المتحف أيضاً خلال نفس الفترة هجمت عليه مجموعة كبيرة من الأشخاص وسرق كله، سرق كله، حتى القطع الكهربائية، الإنارة، حتى البلاط قلع، حتى أبواب اليدات، يعني لم يبقى به. أنا زرته مباشرة بعد شهر، رأيت فقط هيكل عظمي لبناية مذهلة كانت، يعني ففقط هيكل عظمي. Because of you our nation is more secure. Because of you the tyrant has fallen and Iraq is free. في 1258 عندما احتل هولاكو بغداد، تحديداً في شهر شباط 1258، عندما استطاعت الجيوش المغولية اقتحام سور مدينة بغداد في الجزء الجنوبي الشرقي من سور مدينة الرصافة، استباح المدينة لمدة 7 أيام متتالية من قتل وتدمير وحرق للكتب. وهناك قصص يعني مشهورة أنه نهر دجلة حتى أصبح لونه يعني لون أسود من جراء الحبر، حبر الكتب وهكذا. المغول لهم شرف أنهم يقاتلون بسيوفهم وجها لوجه، يقاتلون ويقتلون، ولكنهم ينتصرون بكثرتهم وعنفوانهم. هؤلاء يقاتلون من آلاف الكيلومترات وهم جالسون في أماكنهم. بعد الاحتلال الأمريكي للعراق سقطت كل مقومات المجتمع العراقي أخلاقياً، صار الفرد يتجه نحو المادة فقط، فأسهل طريقة للحصول على المال هي تهديد فلان وابتزاز فلان. يقول ابن
ابن خلدون في مقدمته أن أحد مبررات وجود دولة أن تستطيع توفير الأمان. إن لم تستطع توفير الأمان لمواطنها فقد انتفت عنها صفة الدولة. صار أكو هجمة إحنا ما عرفنا من وراها، انتقاء بالأسماء للمبدعين والأطباء والمثقفين، صارت تجيهم أوراق تهديد إلى البيوت، اترك البلد ولا تقتل، أو يخلونا ظرف رصاصة بالبيت. وفعلا كثير تركوا وكثير تهددوا وكثير انخطفوا، وإذا هو من خطف سلم خطفوا أولاده أو فجروا سيارته، أو يعني أكو هجمة أيضا منظمة كانت على المثقفين العراقيين. أعتقد كون المثقف العراقي مثقف بارز بالوطن العربي، قارئ ممتاز، كان مؤلف ممتاز، متابع ممتاز، وعنده عقل نير، وأغلب المثقفين والشعراء والكتاب غادروا، التجأ لبيروت، واللي راح إلى الدول الجوار، واللي طلعوا إلى دول أوروبية بسبب تشجيع الهجرة أيضا اللي سووها الأمم المتحدة، سوت نظام الهجرة مع التعاون مع الدول الكبرى، أعتقد شجع كثير على التفكيك الثقافي للمجتمع العراقي. هناك عراقيون عايشين في الألاسكا الآن، فهذول من الصعب أنت تقنعهم يرجعون مرة ثانية. تجذروا أولادهم بالمدارس، يعني مثل الشتات الفلسطيني وغيره، صعب جدا يعني. فهذه يعني أعتقد الضربة الكبرى هي هذه، أكثر من تدمير جسر وتدمير مبنى هنا وهناك. يعني إعادة التعمير هذا سهل، بس إعادة بناء الإنسان العراقي صعب جدا. تم تفجير شارع المتنبي مجيء كي وقفت قرب مكتبة عدنان، وتم ضرب شارع المتنبي بطريقة وحشية جدا عن طريق تدمير المكتبات ومقهى شابندر، مكتبات مهمة جدا وأصحاب بسطيات كتب مهمة جدا دمرت في هذا اليوم المشؤوم، يوم الاثنين. يعني كان يوم حزين عند العراقيين صراحة ببغداد وبشارع المتنبي بصورة خاصة. بعد الاحتلال تم تدمير عدد كبير من التماثيل اللي كانت تابعة إلى النظام السابق، مثلاً تماثيل بعض القادة العسكريين في البصرة على كورنيش البصرة، وكان عددهم عشرات التماثيل كانت تؤشر على إيران، كل هذه وزيحت ولا أعرف أين مصيرها. يعني التماثيل اللي هدمت في بغداد هذا يعني عمل خاطئ. بغداد ممتلئة بالتماثيل ومميزة بالنسبة لعواصم العالم العربي. احنا عندنا النحت القديم موجود، يعني النحوت القديمة موجودة، والحركة النحتية بالعراق مميزة. تمثال أبي جعفر المنصور تحديداً رفع مرتين، يعني مؤخراً رفعوه، ونحن سألنا بعض الجهات المعنية فحكوا أنه يعني هي السبب هو الصيانة، وهو ممكن صيانة التمثال في الموقع نفسه. عادة كل الدول تصين تعمل أعمال ترميم وصيانة بنفس الموقع، يغلف بهذا بشيء يعني معين ثم تجري أعمال الصيانة، ولكن قد يكون هناك موقف أيديولوجي ديني إلى آخره. قسم من هذه التماثيل نقلت إلى أمريكا وستوضع بمتاحف عسكرية أمريكية. بالمناسبة الأمريكان أخذوا كثير من العينات، عينات من الجيش العراقي، ملابس الجيش العراقي، يعني عائدات إلى القيادة العراقية خاصة يعني صدام حسين وكذا، والآن هي معروضة، حتى كرسي بعض الكراسي اللي كان هو جلس عليها كلها نقلت إلى أمريكا وتعرض حاليا في متاحف. حتى الزنزانة والحمام حتى هذا كله نقلوه بالطيارة إلى أمريكا، لأن هم يهمهم كثير توثيق المرحلة للأجيال القادمة في أمريكا. بعد 2003 واجهنا ظرفاً آخر،
تعددية في الرأي، تعددية في الصحف، وصلت الصحف في بعض المراحل إلى حوالي 200 صحيفة، وهذا ما لا نجده في بعض الدول الكبيرة. يعني هو يمكن ماكو رقابة على المطبوعات اليوم، بس أن كلمة مفهوم حرية بعناها الحرفي ما أعتقد موجودة. لأن اليوم أنا إذا سويت صحيفة وصديت لأي ممارسة سلبية يمارسها أي مسؤول بالدولة، راح يجيني تهديد ثاني اليوم الثاني أنه أنت بأي حق تحكي بهذا الموضوع. لو كان هذا التعدد معبراً عن تعددية في الرأي المستقل لفرحنا بذلك، ولكن هذه التعددية كانت تعددية طائفية، تعددية مذهبية، تعددية مناطقية، تعددية سياسية، ولذلك لعب المال السياسي دوراً كبيراً في تغذية هذه التوجهات. إذا كانت التجربة لا تنتج تجربة في صالح الناس زراعياً وصناعياً وأمنياً واجتماعياً وثقافياً وفنياً وإلى آخره، فما لنا فيها؟ أين تقودنا هذه التجربة في النهاية؟ أنا أعتقد أن الاحتلال الأمريكي بمشاركة الأخت إسرائيل أيضاً المستهدف فيه كان الإنسان العراقي، جذوة المعرفة العراقية، النهو العراقية هي التي استهدفت، ونفسية الإنسان العراقية التي استهدفت. كان على الإنسان العراقي أن يمحق لكي تمحق كل قيمه معه، وهذا ما فعلوه الآن بالعراق. المشكلات الداخلية يمكن أن تحل داخلياً، لكن هناك مسعى واسع النطاق، لأن لا يستطيع الشعب العربي أن يحل مشاكله من داخله. ينبغي أن تتفجر دائماً حروب داخلية حتى لا يستطيع الناس أن يلتئموا، حتى لا تستطيع الثقافة أن تفعل فعلها، حتى لا يستطيع العقلاء أن يقودوا الرأي العام. كان هناك سابقاً وإحنا نقرأ عن شيء اسمه الرأي العام، أن الرأي العام يتشكل بتأثيرات وسائل الإعلام وكذا وكذا وكذا، ويقود الرأي العام مثقفو البلد وإلى آخره. لم تعد المعادلة كما هي الآن. الرأي العام يحرك بالريموت كنترول من بعيد. استطاعوا أن يحققوا أكبر منجز، وهو إخراج العراق من المعادلة العربية، يعني أصلاً يعني إضعافه العراق. يعني قال لك يعني حتى الخبراء الاستراتيجيين سواء كانوا أمريكان أو إسرائيليين هم يعني يقولوها على الملأ، يعني ما يخافون يعني من قول هذا الشيء، أنه العراق أخرج من المعادلة الجيو سياسية العربية منا إلى 50 سنة قادمة. لا أستطيع أن أرى حياة بالمعنى الحقيقي في العراق الآن. هناك وعود بأنه سيحصل شيء، هناك وعود بأن هذا البلد سيزدهر. مر على هذه الوعود 10 سنوات ونحن نسير إلى الخلف. الأكثر من ذلك أن هناك قتل ثقافي. الإنسان يمكن أن يتحول إلى إنسان آخر، وهذه أخطر من قتل الإنسان. كل المدن القديمة الموجودة في وسط العراق وجنوب العراق كانت دائماً معرضة للغزوات، وهذا شيء حدث بالتاريخ عندنا، بس تغيرت العملية، صار عندنا ثقافة بالعراق. هاي الثقافة قامت تزعج كثير من الشعوب. يعني العراق بهالإمكانيات الثقافية، هالإحصائيات المعروف عن العراقيين من علماء، من أدباء، من شعراء، من فنانين، من يعني العراق ممتلئ. فما أدري، لازم صار قرار ضرب هذه الثقافة. صبر العراق صبور أنت يا جمل، وصبر كل العراقيين يا جمل. صبر العراق وفي جنبيه مخرزه
يغوص حتى شغاف القلب ينسمل. ما هدموا، ما استفزوا من محارمه، ما أجرموا، ما أبادوا فيه، ما قتلوا، وطوقهم حوله يمشي مكابرة، ومخرز الطوق في أحشائه يغيل، وصوت حاديه يحدوه على مضض، وجرحه هو أيضا نازف خضل. يا صبر أيوب، حتى صبره يصل إلى حدود، وهذا الصبر لا يصل. يا صبر أيوب، لا ثوب فنخلعه إن ضاق عنا، ولا دار فننتقل، لكنه وطن أدنى مكارمه. يا صبر أيوب، أنا فيه نكتمل، وأنه غرة الأوطان أجمعها، فأين عن غرة الأوطان نرتحل؟ أم أنهم أجمعوا أن لا يظللنا في أرضنا نحن لا سفح ولا جبل إلا بيارق أمريكا وجحفلها؟ وهل لحر على أمثالها قبل؟ وضيعة الأرض إن ظلت شوامخها تهوي، ويعلو عليها الدون والسفل. كانوا 30 جيشا حولهم مدد من معظم الأرض، حتى الجار والأهل، جميعهم حول أرض حجم أصغرهم، إلا مروءتها تندى لها المقلب.